فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن اليورين كونسنتريشن اند دايليوشن، ازاي اليورين يكون مركز او مخفف. طبعا في البداية عايزين نفتكر اللوب اوف هينل اللي شرحناها الفيديو اللي فات علشان نعرف دورها في الميكانيزم اوف تركيز او تخفيف اليورين. في البداية اتفقنا ان اللوب اوف هينل هي يو شيب كبيرة زي ما باين قدامنا في الباوربوينت، descending loop و ascending loop. descending loop البرميابيليتي للووتر هي اللي موجودة فقط، الوول يمرر مية ولكن سولز لا. فتلاقي انا بدأت بأزمولاريتي 300 ملي أزمول، والسبب في كده ان البروكسيمال توبيول اللي قبلها احنا سحبنا 65% اوف صوديوم و 65% اوف ووتر، وبالتالي الاوزمولاريتي فضلت ثابتة في اليومن اوف بروكسيمال توبيول، وسميناها ايزو اوزموتيك ري ابزوربشن. طيب واحنا نازلين كل شوية بنسحب مية، تركيز الملح اللي كان 300 بيزيد بقى 400، اسحب مية كمان بقى 500، مية كمان 600، وهكذا لغاية لما يوصل 700 800 900، ادي 1000 ثم 1200 عند التيبة of the loop of Hennel، عند اتصال الديسندنج بالاسندنج وصل لألف ومئتين ملي أزمول. طيب واحنا طالعين كاسندنج ليمب اتفقنا انه بيتكون من جزئين، جزء سن وجزء سك. الجزء السن عندنا بسبب ان الميتوكوندريا اقل، فبالتالي هو بيكون باسيف اكتر، وده بيبقى تقريبا بدايه ال 1200 اهو لسه ما قلناش، هنقل بقى واحنا طالعين. يعني اهي ادي البدايه 1200، حصل باسيف صوديوم كلورايد ري ابزوربشن. طب نطلع هتلاقي بيبقى 1100 1900 800، وتلاقي حاجه جميله جدا وانت نازل الأزمولاريتي بتزيد، وانت طالع الأزمولاريتي بتقل، والرقمين قد بعض. يعني ايه؟ يعني 600 هنا في قصادها 600 هنا، بس 600 هنا وانا طالع هتقل اكتر، 600 هنا وانا نازل عمالة بتزيد. طيب لغاية لما وصلنا الى 100، طبعا في الاسندنج ليمب انت بتسحب صوديوم كلورايد، لكن البيرميابيليتي للمية مش موجودة، انت حابس مية وانت طالع، وانا نازل حابس صوديوم كلورايد. طب دكتور انا كده استفدت ايه؟ هقولك في الاسندنج ليمب انت بتخرج صوديوم كلورايد، يعني المفروض تركيز الملح في الفراغ ده، قلنا الفراغ ما بين descending limb و ascending limb اسمه interstitial fluid. عايزين نتفق على حاجة، ان الانترستيشيال فلويد ده موجود في المضلة، فهنسميه مضلري interstitial fluid. تركيز الملح بيزيد في الانترستيشيال فلويد. هتقولي بس في نقطة، ما هو تركيز المية زاد برة وانا نازل في الديسندنج ليمب، مفروض ان المية اللي زادت دي هتخفف الصوديوم كلورايد اللي حصل له ري ابزوربشن. هقول لك لا، وهتعرف التفاصيل النهاردة ان شاء الله ازاي قدرنا نحافظ على تركيز الملح عالي. طب قبل ما نيجي نكمل كلامنا، هو اللي احنا بنقوله ده شرحناه الفيديو اللي فات،
هنسميه ايه؟ هنسميه كاونتر كارنت مالتي بلاير. تعال بقى نفهم معنى الكلام ايه. كلمة كاونتر كارنت يعني تيار عكسي. في الديسندنج لمب بيرميابيليتي تو ووتر اونلي، في الاسندنج الاسهم السوداء التخينة بيرميابيليتي تو صوديوم كلورايد اونلي. يعني معنى الكلام ان احنا الاتنين عكس بعض، كاونتر كارنت. طيب مالتي بلاير اتسمت ليه؟ الاوزمولاريتي بدأت ب 300 لسه قبل ما نسحب الميه، تمام، انتهت في التيب اوف ذا لوب اوف هينل ب 1200 ملي اوزمول. معنى هذا الكلام ان الاوزمولاريتي تضاعفت اربع مرات، 300 تايمز 4 1200. في كتب تقول ال 1200 دي الى 1400، يعني تضاعفت اربع مرات ونص. ده كاونتر كارنت مالتي بلاير. بس في نقطه عايزك تخلي بالك منها كويس جدا، انت حابس الصوديوم كلورايد في الديسندنج لمب، المفروض ان تركيز الانترستيشيال فلويد وانت نازل، وانت نازل يتوازن مع الصوديوم كلورايد اللي محبوس في الديسندنج لمب. يعني هنا 400 تلاقي الاوزمولاريتي بره 400، 500 ادي 500، 600 قصادها 600 في كله. يعني هنا 400 في الانترستيشيال، هنا 400 وهنا 400، طبقات بتاعه الانترستيشيال فلويد تتوازن مع الديسندنج لوب اوف هينل. دي قاعده اساسيه ومهمه قوي. مازال سؤال لكل طالب بيشوف الفيديو الان، يا دكتور الميه دي هتخفف الصوديوم كلورايد وتضيع كل اللي انت عملته؟ هقول لك هتعرف حالا هنعمل ايه في الميه دي. بس قبل ما اقول لك هنعمل ايه، السؤال المهم هو ايه علاقه زياده الصوديوم كلورايد في الانترستيشال فلويد ان اليورين يكون مركز؟ يعني ايه علاقه الكلام ده بالعنوان؟ تعال نكمل الرسمه. نفترض ادي هنا الديستال توبيول وبينزل هنا كولكتنج داكت، جزء كورتيكال وجزء ميدلر. طيب مكان صباعي هنا فيه كولكتنج داكت وهنا فيه صوديوم كلورايد عالي. صوديوم كلورايد يعمل ايه؟ يسحب الميه من الكولكتنج داكت. يعني انا بساعد على الووتر ري ابزوربشن. معنى الكلام ده ان الميه اللي نازله في اليورين هتكون اقل، يعني اليورين مركز. ده اهميه الهايبر اوزموتيك ميدلري انترستيشيال فلويد. وخلي بالك من التسميه هايبر اوزموتيك، معناها الاوزمولاريتي في تزايد مش زادت وخلاص. يعني ايه؟ يعني كانت 400 هنا، تمام، بقت 500 600 700 لغايه 1200 الى 1400. الاوزمولاريتي في تزايد. فرق كبير جدا في اللغه العربيه لما تقول لي انها زادت وخلاص او تقول لي في تزايد مستمر. ده مهم جدا. طيب نشوف بقى ازاي هنحافظ على اللي احنا عملناه. ربنا حط فيسل شبه حرف اليو كده حوالين اللوب اوف هينل. يعني بص، اللوب اوف هينل اللي هي البني الفاتح اللي انا بشاور عليها، ده ديسندنج وده اسندنج، والاحمر اليو الاحمر هو الفازا ريكتا. عايز افكرك بالفازا ريكتا وقلناها في المقدمه. فازا ريكتا هو امتداد للبيري توبيولار كابيلاريز. تقول لي ماشي، وده امتداد للإيفرنت آرتريول. كلامي في المدلري أو جاكستا مدلري نفرون. اوعى تفتكر أنا بتكلم على كورتيكال، لا. قلنا في المقارنة في البداية إن الجاكستا مدلري نفرون ليها دور
في اليورين كونسنتريشن، وده موضوعنا النهارده. حتى وقتها قلت لك لوب اوف هينل لونج، وقلنا ان في فازا ريكتا. طيب اولا الفازا ريكتا دي تمثل ايه؟ ايوه فيسل. هل يا ترى ارتري ولا كابيلاري ولا فين؟ تقول لي الفازا ريكتا دي تمثل كابيلاري. ليه؟ الكابيلاري دورها الاساسي اكستشينج. انت جاي بتقول لي هتخلصني من الميه الزياده اللي موجوده في المكان ده، اهي في هنا ميه، فاكر الووتر ريابزوربت في الديسندنج لوب اوف هيل. الفازا ريكتا قالت بص خلي بالك من نقطه مهمه، بما ان انا كابيلاري انا هعمل صفقه تبادليه بين الملح والميه. نالها ازاي؟ قالت بمنتهى البساطه، مش انت قلت ان تركيز الانترستيشيال فلويد عالي وانا نازل؟ اه قلتها، وقلت علشان هي بتتوازن مع تركيز الصوديوم كلورايد في الديسندنج ليمب، اه يبقى بالتالي تركيز الملح بره عالي. هقول لك ماشي عشان يتوازن مع ده مع الديسندنج. طب وهو عالي يدخل في الديسندنج فازا ريكتا. خلي بالك فازا ريكتا ليها ديسندنج وليها اسندنج، فالصوديوم اللي بره قال لك انا هدخل في الديسندنج انا عالي. ما دام اصل فكره الكابيلاري ان بيحصل ديفيوجن، العالي يدخل في المكان الاقل اللي تركيزه فيه اقل، والعكس صحيح. هتقولي يعني في الديسندنج احنا هندخل صوديوم؟ هقول لك ايوه هندخل صوديوم. طب هندخل صوديوم ونخرج مين؟ ونخرج ميه. وهنا الطالب يقول لي ايه ده؟ ايه انا كده هبتدي اتلخبط تماما. اقول لك ما تتلخبطش. ليه؟ لان انت بتقول ان كانت في هنا ميه، الميه دي المفروض كنا ندخلها في الفازا ريكتا. هقول لك لا، الميه دي لسه مش تركيزها عالي. احنا اتفقنا ان الانترستيشيال فلويد تركيز الملح هنا قد هنا قد هنا، كلنا عاليين، فلما يزيد الصوديوم هنا يدخل في الفازا ريكتا، في الديسندنج فازا ريكتا. وايه اللي يحصل؟ ونخرج ميه، يعني الصوديوم يدخل ونخرج ميه. طيب طبعا هنا المفروض ده الديسندنج، فخلي بالك معايا معلش كانت الرسمه مختلفه، يعني هنعتبر ده الديسندنج وده هو الاسندنج، وتابعوا معايا الشرح من خلال اللي انا بقوله، ده في غايه الاهميه. هتقول لي ماشي دخل صوديوم وخرج ميه، حلو، الصوديوم وهو نازل تركيزه عمال بيزيد، انا كل شويه بدخل مين جوه؟ صوديوم، وبخرج ميه، الصوديوم عمال بيعلى يعلى يعلى يعلى، وصل الى هنا، ده الاسندنج فازا ريكتا. السؤال بقى المهم، الميه انا خرجتها كده في الانترستيشن صفقه تبادليه اللي حصلت في الديسندنج فازا، تقول لي يا نهار ابيض الميه كده هتخفف قوي الانترستيشن، كل اللي عملته راح، لان انت طول ما انت نازل بتدخل صوديوم تخرج ميه، فالميه عماله بتزيد هنا وتزيد تزيد، زادت في كل الانترستيشن. وبص بقى كمان هزود لك المشكله اكتر، جينا في الكوليكتنج داكت جه الانتي دايوريتك هرمون قال انا وظيفتي الحفاظ على الميه، قلنا له طيب هتعمل ايه؟ قال انا برضو هعمل ووتر ريابزوربشن، يعني الميه اللي نازله هنا انا هرجعها في الانترستيشيال فلويد. ده الانترستيشيال اتخفف تماما، ويا خساره على الهايبر اوزموتيك ميدلري انترستيشيال فلويد، كان اللوب اوف هينل في دوره ككاونتر كارنت مالتي بلاير هذا الدور ما بقاش ليه قيمه دلوقتي. اللي خلى الامور تتظبط
هو الاسندنج فازا ريكتا. واحنا طالعين عمل ايه؟ قال دلوقتي الصوديوم كلورايد جوايا عمال بيزيد. قلنا له ايوه عمال بيعلى. قال انا في الحالة دي انا هعمل حاجة مهمة، هخرج الصوديوم كلورايد هنا. مش الصوديوم عمال بيعلى وانا طالع؟ ايوه. فانا هخرج صوديوم كلورايد بتركيزه العالي من الاسندنج فازا الى الانترستيشيال فلويد، من هنا لهنا. تقول لي انا معاك، وبالعكس ادخل الميه الزياده اسحبها قوه شفط. فالميه اللي زادت هنا في الكوليكت من الكوليكتنج داكت في الانترستيشيال، والميه اللي زادت هنا طول ما احنا نازلين في الديسندنج فازا زادت من بره، جمع الميه الزياده دي كلها ودخلها جوه الاسندنج، وخرج من الاسندنج صوديوم كلورايد بالتركيز العالي جدا بتاعه، وبالتالي يرجع الانترستيشيال فلويد تاني باوزمولاريتي عاليه. يعني اذا الفازا ريكتا بدورها في التبادل، صفقه تبادليه الاكستشينج، ساعدت على الحفاظ على الهايبر اوزموتيك ميدلري انترستيشيال فلويد. علشان كده هسمي الفازا ريكتا باسم كاونتر كارنت اكستشينجر. وهنا طالب يسال ليه سميتها كده، هقول لك التسميه واضحه. كاونتر كارنت برضو تيار عكسي زي علاقه الديسندنج لوب بالاسندنج لوب، هنا برضو العلاقة عكسية. وانت نازل في الفازة ريكتا انت خرجت المية ودخلت الصوديوم كلورايد. طب وانا في الاسندنج انا خرجت صوديوم وكلورايد ودخلت المية الزيادة وسميناها اكستشينجر. ما تنساش لان الفازة ريكتا is a capillary. يبقى انا كده قدرت اعرف حاجتين، مين اللي بنى الهايبر اوزموتيك انترستيشيال فلويد؟ الاجابه لوب اوف هينل. ومين اللي حافظ عليه؟ هو الفازا ريكتا كاونتر كارنت اكستشينجر. كلام في غايه السهوله وغايه الجمال. طيب نقول النقطه الثالثه بقى، ايه علاقه اليوريا بالحوار بتاعنا؟ الكلام اللي قلناه الفيديو اللي فات، قلنا ان اليوريا بتساهم ب50% من الاوزمولاريتي اوف ميدلري انترستيشيال فلويد. تعال بقى نتابع احداث اليوريا. اليوريا بتمتص 50% من البروكسيمال توبيول. هتقول لي ماشي، ثم نزلت اليوريا في اللوب اوف هينل ما حصل لهاش ري ابزوربشن سواء في الديسندنج او في الاسندنج، وانا طالع اهو بالماوس بوينتر اهو، وصلنا للديستال توبيول محدش امتصها، وصلنا الى كورتيكال كولكتنج داكت لا هنا، والاوتر ميدلري لا، تم امتصاصها ولحقناها في اخر مرحله في الانر ميدلري كولكتنج داكت. مين اللي رجعها؟ مين اللي عملها ري ابزوربشن هنا؟ انتي دايوريتيك هرمون. طيب عايزين نشوف بقى الاي دي اتش تعمل ايه. قبل ما اقول لك تعمل ايه، عايزك تخلي بالك انه اليوريا ليها سايكل، ليها دوره. يعني الطالب بيبقى فاكر ايه؟ اليوريا هتتجمع هنا في الانترستيشيال فلويد اللي حوالين الكولكتنج داكت فتسحب الميه زيها زي الصوديوم. هقول لك ايوه، بس دي النتيجه النهائيه. طيب امال ايه اللي هيحصل في البدايه؟ بص بقى اللي هيحصل في البدايه، اليوريا لفت وراحت للديسندنج ليمب. ايه ده؟ دخلت اهي، بص معايا في الاتجاه اهو، اهو انا ماشي اهي، دخلت في الديسندنج ليمب مع الصوديوم، قالت للصوديوم
انت محبوس في الديسندنج ليمب وما بتخرجش. لا قالت له وانا هبقى معاك، هدخل لك بالديفيوجن في الديسندنج ليمب. طيب خلي بالك ان الديسندنج ليمب بتاع اللوب اوف هينل في من بره ديسندنج فازا ريكتا، فاليوريا قالت انا هدخل مع الصوديوم ديسندنج ليمب لوب وديسندنج فازا ريكتا، انا معاك. طيب ليه دخلتي معاه كمان في الديسندنج فازا؟ فاكر الرسمه اللي فاتت قلنا ايه؟ واحنا نازلين في الفازا الصوديوم عمال بيدخل والميه بتخرج، الصوديوم هيدخل مش هو لوحده ومعاه كمان يوريا. يعني تخيل الصوديوم هنا تركيزه عالي، عدى للانتر ستيشن ثم عدى مكان صباعي هنا هو الديسندنج فازا، كنت هنا بقيت هنا دخلت في الديسندنج فازا ومعايا يوريا. يوريا قالت له انا معاك، انا هدخل معاك في الديسندنج لوب اوف هينل ثم انترستيشن ثم ديسندنج فازا ريكتا. طب ليه؟ اتفقنا في الديسندنج فازا عمالين نسحب الميه للانترستيشن، صوديوم كلورايد تركيزه عمال يعلى واحنا نازلين في الفازا ريكتا، مش هيعلى لوحده هيعلى وكمان معاه يوريا. فبالتالي لغايه لما وصلنا في الاسندنج اهو في الاسندنج لوب اوف هينل وبراه في اسندنج فازا ريكتا هيوصلوا هما الاثنين مع بعض. بس خلي بالك في الاسندنج فازا ريكتا مش قلنا حاصل صفقه تبادليه؟ هتقول لي ايوه، خرجنا صوديوم كلورايد بتركيزه العالي معمل يعلى ودخلنا الميه شفطناها، هيجي هنا يخرج صوديوم كلورايد ومعاه يوريا، هيخرجوا هنا في المدلري انترستيشيال فلويد. هتقول لي امال فين السايكل؟ كلمه سايكل معناها العوده لنقطه البدايه. انت كنت هنا في الانر مدلري كولكتنج داكت، لازم ترجع لها مره تانية، وهو ده اللي حصل. بص معايا، اليوريا مشيت فيه الاسندنج لوب اوف هينل، تمام؟ ما هو دخلت من الاسندنج فازا، جزء منها دخل هنا لانه تركيزه عالي في الاسندنج فازا مع الصوديوم كلورايد، فدخل في الاسندنج لوب اوف هينل السيك اهو، ثم ديستال توبيول، ثم كولكتنج داكت اوتر وانر، لغايه لما الاي دي اتش رجعه مره تانية. يعني اذا اليوريا سايكل البدايه انر كولكتنج داكت ثم ديسندنج لوب اوف هينل ديسندنج فازا ريكتا ثم اسندنج لوب اوف هينل اسندنج فازا ريكتا ثم ديستال توبيول كولكتنج داكت اوتر وانر، والاي دي اتش يلحقه ويعمل له ري ابزوربشن. يعني معنى كلامك ان اليوريا هتفضل بهذه الطريقه بتساعدني، ده دور اليوريا. دي رقم ثلاثة، اليوريا ايه علاقتها باليورين كونسنتريشن؟ ما هو لما يزيد الاوزمولاريتي في الانترستيشال هنسحب ميه. طالب هيقول لي الله، طب ما هو الميه اللي هتسحبها دي هتخفف لك الانترستيشال. اقول لك لا، لسبب، ارجع معايا للنسب، هتلاقي الميه اللي هتتسحب دي 4.2% من مجموع الووتر اللي هيحصل له ري ابزوربشن. تقول انا معاك. تالت حاجه اليوريا. رابع حاجه هو الانتي دايوريتيك هرمون. الاي دي اتش دوره ايه في اليورين كونسنتريشن؟ هتقول لي ووتر ري ابزوربشن عن طريق عملت يوريا ري ابزوربشن. اقول لك ماشي، هل لي دور تاني؟ الاي دي اتش على فكره هو ساعد على امتصاص الميه، ولكن سبب كارثه لانه زود الميه اللي موجوده في الانتر ستيشيال فلويد. طبعا ده قبل ما يتدخل الصوديوم كلورايد او الاسندنج فازا
ويشفط الميه. سألنا الـ ADH سؤال مهم، انت سببت لنا لمشكلة، خففت الانترستيشن، طالما خففته مش هنقدر نسحب مية بعد كده. قال ما تقلقوش، من افسد شيء عليه اصلاحه. طيب هتصلحه ازاي يا ADH؟ قال بمنتهى البساطة، هعمل فازو كونستريكشن للفازاريكتا. انا هضيق الفازاريكتا، لما الفازاريكتا هتبقى ضيقه يبقى الفلو اللي داخل فيها قليل، وبالتالي هنحافظ على الصوديوم كلورايد في الانترستيشال فلو. وده قلناه في فيديو المقدمه، تخيل انت عندك صوديوم كلورايد بتركيز عالي بره، وهنا في فازا ريكتا، فتحنا الخرطوم بمعنى زودنا الفلو في المكان ده، فخدنا الصوديوم كلورايد اللي هنا العالي او هنا او هنا، عملنا الوش اوت، بعدناه بعيد عن المدلري انترستيشال فلو. يبقى مين اللي هيسحب الميه اللي نازله في الكوليكتنج داكت؟ مفيش حد هيسحبها. وبالتالي عايز اقول بقى النقطه المهمه، ان انا واصل للمظله اقل من 2% من الرينال فلو. كده هتقدر تربط الاحداث ببعض. فيديو المقدمه لاهميه جاكستا مدلري نفرون فيها لوب اوف هانل طويل، فيها فازاريكتا، عرفنا الاثنين دول علاقتهم باليورين كونسنتريشن. ده كمان قالوا لنا ان في ريجونال بلاد فلو، في اختلاف بين البلاد فلو اللي رايح للكورتكس والمضله. ابتدينا نفهم ليه المضله وصل لها فلو اقل. كلنا بنخدم فكره واحده، ده بالاضافه ان الاي دي اتش صلح خطاه وزود اليوريا ري ابزوربشن. كده عرفنا الميكانيزم بتاعنا اوف اليورين كونسنتريشن، اربع عناوين: كاونتر كارنت مالتيبلاير، وكاونتر كارنت اكستشينجر، ويوريا سايكل، تمام، واي دي اتش. خلي بالك كمان في صوديوم كلورايد سايكل، صوديوم كلورايد سايكل دي سهل قوي ما فيهاش اي مشكل. طب دكتور ايه اهميه الكلام ده ان احنا ندرسه؟ هنقوله في اخر فيديو في الكيدني، بس هقول لك مقدمه. نفترض ان انا عندي فشل كلوي مزمن، معناها اتدمر تماما المدلري انترستيشيال فلويد، اتدمرت، لا لوب اوف هينل شغاله ولا فازا ريكتا شغاله، وعدد الفانكشننج نفرنس بيقل بمرور الوقت، تفتكر ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا دخلت باوزمولاريتي 300 ملي اوزمول، ال 300 دول هيخرجوا في اليورين برضو 300، يعني الاوزمولاريتي لن تتغير، مش هتقل ومش هتزيد، كأن الكيدني دي كيس انت دخلت جواه حاجة، كيس ده هيحافظ عليها وخلاص، زي ما دخلنا زي ما خرجنا. عشان كده السبيسيفيك جرافيتي اوف اليورين هتبقى هي السبيسيفيك جرافيتي اوف بلازما، مفيش تغيير هيحصل تماما، 1010 زي ما بدأنا زي ما انتهينا. دي مهمة جدا تكون انت فاهم الدمج اللي هيحصل هيبقى شكله ايه، وعشان كده هنسميها فيما بعد باسم مميز، ايزو سي نوريا. ايزو يعني متساوي، السبيسيفيك جرافيتي متساوية او قد البلازما بالظبط. طيب هي دي الفكرة في الميكانيزم اوف اليورين كونسنتريشن، لازم تكون عارفها بعناوينها الاربعة. طيب نيجي نتكلم دلوقتي كفكرة مبدئية على عنوان اخر، دايوريسيز، هو زيادة اليورين اوتبوت. ده في غاية الاهمية اكون عارف الكلام ده. طيب دايوريسيز معناها
ان انت بتزود من حجم اليورين، يا اما بترمي في اليورين ميه زياده او بترمي املاح او جلوكوز تشد وراها ميه. المهم يزيد اليورين اوتبوت، الناتج يزيد. انواع الدايوريسز اربع انواع في غايه الاهميه. ووتر دايوريسز، ووتر دايوريسز من اسمها بتخلص من الميه الزياده. طيب ده بيحصل ازاي؟ هطلب من العيان انه يشرب كميه كبيره من الميه، بعد 15 دقيقة من شربه بدأ الدايوريسيس ووصل إلى القمة بعد 40 دقيقة. طيب إيه اللي حصل في كده؟ تعالى نفكر دلوقتي. لما أقول لك ووتر دايوريسيس أنت تشك فيه الـ ADH، ما أداش دوره كما يجب. أنتي دايوريتك على فكرة مش شغال كويس، مش شغال كويس معانا، لان هو المسؤول الاساسي عن الووتر ريابزوربشن. طب ايه اللي خلى الاي دي اتش ما يشتغلش؟ الاي دي اتش بيشتغل لما الاوزمولاريتي بتزيد. الجزئيه اللي هقولها دلوقتي مشتركه بين اندوكراين ورينال. لما الاوزمولاريتي بتعلى بره السيلز بتسحب مية من السل بالأزموزس، وده بيخلي السل تكش شرينكج. علشان السل تحافظ على المية اللي جواها لازم يتفرز الـ ADH. الوضع هنا اتغير، تشربت مية كتير جدا، انت خففت الـ interstitial fluid. وطالما انا خففته ايه الداعي ان الـ ADH يتفرز؟ هتقول لي خلاص لما تقل الاوزمولاريتي هيقل الـ ADH، وبالتالي المية مش هتمتص من الكولكتنج داكت وهتنزل في اليورين. عشان كده انا فقدت الجزء الاختياري من امتصاص المية. كلنا عارفين ان الووتر ريابزوربشن ليها نوعين، يا اما اوبليجاتوري اختياء اجباري، والاجباري ده يبدا من البروكسيمال توبيول. صوديوم يتحرك 65% يشد وراه ميه 65%. الكلام ده مهم قوي ان انا اكون عارفه. هتقول لي طيب هل انا بتكلم على اوبليجاتوري؟ لا، لان الاي دي اتش بيشتغل على الكوليكتنج داكت، على الفاكولتيتيف ووتر ري ابزوربشن الاختياري. يبقى انت قللت الفاكولتيتيف وليس الاوبليجاتوري. كلام جميل. طب في معلومه مهمه، اليورين كفوليوم كبير، دي ماشيه مع الديفينيشن. طب سؤال، التونيسيتي اوف يورين، تركيز الملح في اليورين تتوقع عالي ولا قليل؟ تقول لي اكيد قليل، هايبوتونيك. ايوه انا هايبوتونيك، تركيز قليل، لان ميه زياده في اليورين اكتر من نسبه الاملاح. ده كلام في غايه الاهميه لازم تكون عارفه. طيب في نوع تاني من الدايوريسيس، طبعا زياده الجي اف ار سواء شربت شاي او قهوه. اللي يهمني هو الاوزموتيك دايوريسيس، لان احنا دايما بنعمل مقارنه بين الاثنين. اوزموتيك فكرتها ايه؟ فكرتها ان في ماده قادره ان تسحب الميه معاها. يعني ايه تسحب؟ تمسك الميه معاها وما تخليهاش تمتص. يعني مثلا اكسس جلوكوز، جلوكوز زيادة في مريض السكر. تقول لي زيادة يعني ايه؟ أكبر من الترانسبورت ماكسيموم. فاكر لما شرحنا ترانسبورت ماكسيموم قلنا ايه؟ قلنا كل الكاريرز ساتيوريتد بالجلوكوز، مشبعة،
يعني الجلوكوز الزيادة مش هنقدر نمتصه. انت عديت الماكسيمم اماونت تو بي ترانسبورتد اللي هي 375 ملي جرام بير مينت بالنسبه للرجاله او 300 ملي جرام بير مينت بالنسبه للسيدات. فدلوقتي في البروكسيمال توبيول جلوكوز ماسك في الميه جامد، منع الووتر ري ابزوربشن ومنع الصوديوم ري ابزوربشن. جلوكوز مسك في الملح والمي، منع اي حاجه. طب ما دام انت منعت امتصاص الميه في البروكسيمال، يبقى اذا انت قللت الجزء الاجباري الاوبليجاتوري ووتر ري ابزوربشن خلاص. عشان كده دايما المراجع يقول لك ايه، يقول لك it drags solutes with it. drags يعني انا بشدك ناحيتي. طب تعالى ننزل في اللوب اوف هينل، الديسندنج لوب اوف هينل، برضو الصوديوم والووتر والجلوكوز مع بعض. تعالى نطلع في الاسندنج لوب، احنا برضو مع بعض. يعني انت منعت الصوديوم ري ابزوربشن من السيك اسندنج لوب اوف هينل، وبالتالي انت ضرتني، انت قللت تركيز الاملاح في الميدلري انترستيشيال فلويد، وده الاساس اللي انا بسحب من وراه ميه من الكوليكتنج داكت. عشان كده الووتر هينزل في اليورين بكميات كبيره. تقول ليه كميات كبيره؟ لان انت برضو في الديستال توبيول الصوديوم حصلوش ري ابزوربشن، في الكوليكتنج داكت انت منعت امتصاص الصوديوم في كل مراحل النفرنس، وبالتالي حصل ان اليورين بقى دايليوتد. وهنا سؤال الطلبة، اليورين دايليوتد ده هل يا ترى قد الووتر دايوريسيس ولا اكتر؟ اقولك لا، الدايوريسيس في الحالة دي اليورين فوليوم اعلى، لان انت قللت اوبليجاتوري وفاكولتيتيف ري ابزوربشن، تقللت الاثنين. ده في غايه الاهميه. بس في جزئيه مهمه لازم نكون عارفينها، هو يا ترى بيبقى قد ايه الجزء الووتر دايوريسيس، اليورين فوليوم قد ايه؟ 16 ملي بير مينت، 16 ملي. وال 16 ملي بير مينت ده بيكون اكتر من الاوزموتيك دايوريسيس، بتبقى اكتر في الاوزموتيك دايوريسيس، لان الاوزموتيك دايوريسيس انت فقط اوبليجاتوري وفاكولتيتيف، فدي غايه الاهميه. طب عندنا بقى سؤال مهم في الحته دي، تتوقع اخبار الاوزموتيك دايوريسيس كيورين تونيسيتي يبقى ايه؟ ايزوتونيك ولا هايبوتونيك ولا هايبرتونيك؟ إجابة السؤال ده تبدأ من نهاية البروكسيمال توبيول. على الرغم إن الجلوكوز ماسك في المية، ولكن ما زال ايزو اوزموتيك. فكر معايا، لأن هو ماسك في المية وكمان قلل الصوديوم رياب زوربشن. وما تنساش نقطة مهمة، ان حتى لو الصوديوم امتص بدرجة قليلة لسه الجلوكوز ده ليه اوزمولاريتي، هيعوض الصوديوم اللي ها يبقى ريابزوربت شوية، هيعوضه، وبالتالي ايزو اوزموتيك. عشان كده اليورين اللي نازل في حالة الاوزموتيك دايوريسيز is isotonic. التونيسيتي وتركيز الملح لم يتغير، لان من البداية الجلوكوز ليه اوزمولاريتي، يعوض اي اوزمولاريتي هتقل لانه ماسك في المية وقول لها ما يهمكيش انا معاكي. ده في غاية الاهمية. عشان كده جدول المقارنة ما بين الووتر والاوزموتيك دايوريسيس لازم تركز على الكوز.
على نوع الابزوربشن اللي قل، على اليورين فوليوم ودي مهمه قوي، على التونيسيتي اوف يورين، على الاي دي اتش. هتقل في انهي حاله؟ طبعا هتقل في الووتر دايوريسيس. هتقولي طب والاوزموتيك دايوريسيس الاي دي اتش قل؟ يقول لك لا، ايه علاقه الاي دي اتش بالاوزموتيك دايوريسيس؟ الاي دي اتش بيقل شغله لما الاوزمولاريتي اساسا بتقل. طيب ودي نقطة مهمة جدا. طب نيجي نقول حاجة تانية في غاية الأهمية الآن تكون أنت عارفها. إحنا كده عرفنا تلات أنواع من الدايوريس. أول نوع ووتر، وتاني نوع دايوريسيس نتيجة زيادة الجي إف آر، وتالت نوع عندنا اللي هو أوزموتيك دايوريس. النوع الرابع هو البريشر دايوريسيس، وده أخدناه مع الكارديو فاسكولار سيستم قبل كده. قلنا الكيدني شغالة على الوشين، ودي نقطة مهمة لازم تكون عارفها. لو زاد جدا البريشر، عايزين نتخلص من الزيادة بتاعة الضغط ضغط دي، وبالتالي لازم أعمل بريشر دايوريسيز. مهمة أكون عارف أهي إن أنت بتزود اليورين فوليوم لما بيزيد الارتيريال بريشر، بتزود الجي اف ار ريلاتيف، بتوقف الرينين انجيوتنسين سيستم. خلاص. وكمان في حاجه مهمه قوي، فاكر لما شرحنا الفورسز اللي بتتحكم في الابزوربشن؟ تقول لي ايوه، قلت قوتين يساعدوا على الامتصاص وقوتين عكسيتين يساعدوا يبقوا عكس الابزوربشن. القوتين العكسيتين كانوا ايه؟ هيدروستاتيك بريشر جوه البيريتوبولار كابيلاري، دي واحده منهم. ضغط جوه البيريتوبولار لبره يزق فلويد لبره، يبقى ده عكس الابزوربشن. وهو ده اللي انا عاوزه. انا مش عاوز امتصاص لملح وميه زياده يزودوا extra cellular fluid volume وبالتالي يزودوا الفينس ريتيرن مره ثانيه، فيزيد الاند دايستوليك، كلام بقى اللي قلناه في سي في اس، يزيد ستروك فوليوم، يزيد كارديك اوتبوت، يزيد بلاد بريشر. كل هذه النتائج المتتاليه انا مش عاوزها، وبالتالي انا هوقفها من البدايه، هقلل الابزوربشن. طيب كده اتكلمنا على اربع انواع من الدايوريسيس. العنوان الخامس برضو ينقسم الى انواع، دايوريتكس. انا هدي ادويه مدره للبول، ودي مهمه قوي ان انت تكون عارفها. الادويه دي دورها تزود اليورين اوتبوت. تعالى نيجي نبص على الرسمه تاني بتاعت النفرونس ونتخيل. طبعا ده البروكسيمال كونفوليوتد توبيول. بروكسيمال كونفوليوتد توبيول في طبعا اليومن والسلس. فاكر لما شرحنا في البدايه وقلنا لك ان السي او 2 زائد الووتر بالكربونيك انهيدريز انزيم هيعمل باي كربونيك اسيد يتفكك لهيدروجين و اتش سي او 3، وقلنا ان ال HCO3 بيبقى reabsorbed active، يعتمد اساسا على الهيدروجين سكريشن. تقول لي ايوه الكلام ده حصل. لو انا وقفت هيدروجين سكريشن سيتوقف بالتبعيه الباي كاربونيت reabsorption. شرحنا الكلام ده في فيديو البروكسيمال توبيول ازاي اتخلص من الهيدروجين ايون. طيب انا ادي بقى دواء كربونيك انهيدريز انهيبيتور، انا هوقف الكربونيك انهيدريز انزيم. هتقول لي طيب لما توقفه يبقى مش هيتكون كربونيك اسيد، مش هيتفكك لهيدروجين و اتش سي او 3، وبالتالي مش هيحصل
هيدروجين سيكريشن، يبقى مش هيحصل باي كربونيت ري ابزوربشن. فالباي كارب ينزل في اليومن اوف بروكسيمال توبيول لوب اوف هينل ديستال كولكتنج، نفقده في اليورين. طب كربونيك انهيدريز انهيبيتور هنسميها اسيتازولاميد، ده الاسم العلمي، التجاري هو دايموكس. على فكرة الدايوريتكس ليها مبدأ واحد، احنا عايزين ينزود الووتر في اليورين يا اما نزود الملح في اليورين اللي يشد وراه مية. تعددت الوسائل والنتيجة واحدة. تعال بقى هنا على اللوب اوف هينل، وبالاخص على السيك اسندنج لوب اوف هينل، على هذه الجزئية. السيك اسندنج لوب قلنا في الفيديو بتاعه هناك ناقل ثلاثي اللي هو صوديوم وبوتاسيوم واتنين كلورايد كو ترانسبورتر. طيب الناقل الثلاثي ده لو انا منعته، عملت له انهبيشن، يعني ما حصلش ري ابزوربشن في هذا المكان، ايه اللي يحصل؟ صوديوم والبوتاسيوم والكلورايد يمشوا في الديستال كولكتنج ويروحوا في رحله الكولكتنج داكت اوتر وانر وينزلوا في اليورين، وهيسحبوا معاهم برضو الميه. خلي بالك ان انت في الحاله دي عملت اوزموتيك دايوريسيس، ده في غايه الخطوره. طب ليه انا عملت اوزموتيك دايوريسيس؟ لان اللي نزل في اليورين املاح شدد وراها ميه. تقول لي ماشي، خلي بالك ان انت هنا قللت المدلري انترستيشيال فلويد، ودي ماشيه مع فكره ازاي اليورين بتاعي زاد. طالما قللت الانترستيشيال فلويد اوزمولاريتي، مين اللي هيسحب ميه من الكولكتنج داكت؟ مفيش. يبقى دي نقطه مهمه. على فكره اسم الدايوريتكس هيتسمى على اسم المكان. انا بشتغل على لوب اوف هينل، قالوا يبقى هنسميها لوب دايوريتك، دي مهمه قوي، لوب دايوريتك. طب الاسم العلمي فروزي مايد، الاسم التجاري لازكس. خلي بالك هو ده اللي يستخدم في الهارت فيلير، اللي عنده فشل في القلب عنده إديمة. الكلام ده شرحناه مع كارديوفاسكولار سيستم من قبل. انت عندك إديمة، عندك مية زيادة متجمعة في الأنسجة، فمن مصلحتك تتخلص منها فندي لوب دايوريتكس. ده في غاية الأهمية هذا الكلام. طب التالت يشتغل على الديستال توبيول، على الايرلي بارت اوف ديستال توبيول، اهو اسمه سايازايد. سايازايد دراجز اسمها العلمي كلورو سايازايد، التجاري ايزي دراكس. طيب الادويه دي بتمنع الاكتف ابزوربشن اوف الصوديوم. فاكر لما قلنا قبل كده في الديستال توبيول هيشتغل الالدوستيرون، تمام، ويعمل صوديوم ابزوربش، تمام. هنا بقى لا، حصلش امتصاص للصوديوم، وبالتالي الصوديوم مشي وكمل رحلته في الكولكتنج داكت ونزل في اليورين. هي نفس الفكره، اوزموتيك دايوريسيس. يعني انا عندي اوزموتيك دايوريسيس هنا قلتها مع اللوب دايوريتكس ومع السايازايت، تمام. نيجي لحاجة كمان رابعة، الدوستيرون انهيبيتور، عايزين نمنع شغل الالدوستيرون. تمنع شغل الالدوستيرون برضو في الديستال كولكتنج، ديستال كونفوليوتد توبيول والكورتيكال كولكتنج داكت. هتقول لي الدواء ده اسمه ايه؟ اسمه سبايرونو لاكتون، او اسمه التجاري الدكتون. خلي بالك من نقطه لغايه دلوقتي،
سواء كربونيك انهيدريز انهيبيتور او اللوب دايوريتكس او سايزايد دراجز، كلهم بيعملوا لص للبوتاسيوم في اليورين، كلهم بيؤدوا الى هايبوكاليميا. طبعا دي مهمة قوي، انا بفقد بوتاسيوم، كلهم بيعملوا كده ما عدا واحد، الالدوستيرون انهيبيتور. قال لك لا، انا بعلي البوتاسيوم في الدم. ليه؟ لان الالدوستيرون زي ما اخدنا قبل كده في الطبيعي بيعمل بوتاسيوم سكريشن، بيخلصنا من البوتاسيوم الزيادة. لما انت تمنع شغله البوتاسيوم هيعلى في الدم وبالتالي يحصل هايبركاليميا. طيب في عندنا دايوريتكس اقل اهمية بقى، الامونيوم والكالسيوم كلورايد. الاملاح دي بتزود الهيدروجين سكريشن في الرينال توبيول. هتقول لي طيب ما بتزود اهو الهيدروجين سكريشن، بس خلي بالك بتخلي التوبيولر فلويد اسيدك، تخليه اسيدك، وبالتالي قدرة الكدني انها تمتص الصوديوم بالتبادل مع الهيدروجين هتقل. يعني بص هنا، الامونيوم والكالسيوم كلورايد خلى الهيدروجين يبقى سكريتد اكتر، لان الامونيوم دي دورها بفر، قالت انا هخلصك من الهيدروجين ايون الزيادة. وكل ما انا بعمل سكريشن اكتر في اليومن البي اتش بتقل، فالصوديوم مش قادر يعمل اكستشينج مع الهيدروجين، ونفس النتيجة هينزل في اليورين ويشد وراه مية، برضو اوزموتيك دايوريسيس. ده النهاردة الاوزموتيك دايوريسيس ليها اشكال مختلفة، يا اما جلوكوز او مانيتول زيادة، يا اما بتتكلم على لوب دايوريتكس سايازايد، او عندنا الامونيوم والكالسيوم كلورايد الاسيديفاينج سولت. ده انا اقول لك كمان على نوع تاني، ايثانول او الالكهول. لو تفتكر في الاندوكراين قلنا معلومه مهمه، ان الالكهول انهبت الاي دي اتش سكريشن. ايه ده؟ منعت الاي دي اتش انه يتفرز، يعني انت قللت الفاكالتيتيف ووتر ريابزوربشن، يبقى النتيجة ووتر دايوريسيز. دي نقطة مهمة جدا. طيب عندي الكافيين والسيوفيلين، القهوة والشاي، ايه علاقتهم بالدايوريسيز؟ اللي بيشرب قهوة وشاي كتير، الحاجات دي بتوسع الافرنت ارتريول. طب ولما توسع الافرنت تزود جلوميريولار فلتريشن ريت، تسرع الفلو اللي ماشي في التوبيول. طب ولما تسرعه هيقل الصوديوم ري ابزوربشن من الرينال توبيول. انت بتسرع الفلو يبقى الامتصاص بيقل، بدليل لما جينا قلنا في سنة اولى ليه الكابيلاري الفلو فيها بطيء، الفيلوسيتي سرعة الدم بطيئة تسمح بالإكستشينج، هنا انت سرعت الفلو، فالصوديوم ما عندوش التايم الكافي للامتصاص، فهينزل في اليورين تاني يشد وراه مية كتير، أوزموتيك دايوريسيس. شوف كل شوية عد معايا بقى كام أوزموتيك دايوريسيس بالفكرة دي بتتقال. طيب عندنا حاجة تامنة بقى، ان احنا نعمل انتاجونيست، نوقف او نعارض شغل الـ ADH ريسبتور في الكولكتنج دكت. طيب اللي انا عايز اقول عليه مهم قوي، سواء الكهول او اسيديفاينج سولت، او ان انت عملت انتاجونيست للـ ADH ريسبتور، في النهاية دي ليها ليميتد كلينيكال يوز، ليميتد يوز بمعنى الاستخدام بتاعها مش موجود على نطاق واسع، لان احنا لو جينا اتكلمنا فيها مشاكل
كتيرة جدا، لكن في أدوية مفيدة زي اللوب دايوريتكس، وأقولها لك بشكل بسيط. لوب أول حرف فيها إلا، يبقى نفتكر لازكس، لازكس بحرف ال. طيب كل ده كلام مهم جدا، ودي برضو سلايد تانية توضح لك الحكاية. شايف الأسيتازولامايد قلل امتصاص صوديوم والبايكربونات، ادي لوب دايوريتكس قلل السيمبورت صوديوم وكلورايد وبوتاسيوم. عندي السيازايد منع صوديوم وكلورايد ريابزوربشن. عندي الالدوستيرون انتاجونست سبايرونو لاكتون، على فكره ده بيأثر على الصوديوم اتشانل بطريقه غير مباشره، والاميلرويد بيأثر على الصوديوم اتشانل اللي بتساعد على الامتصاص بطريقه مباشره. تعددت الطرق والنتيجه واحده، انت بتقلل الصوديوم كلورايد ريابزوربشن وبتقلل الووتر ريابزوربشن فبتعمل دايوريسز، يعني النتيجه في النهايه واحده. طيب في نهايه هذا الفيديو انا عايز افكرك بالعناوين الرئيسيه اللي احنا قلناها. اتكلمنا عن اللوب اوف هينل ديسندنج واسندنج من خلال الرسمه، عرفنا عن كاونتر كارنت مالتيبلاير وده كاونتر كارنت اكس تشينجر، واتفقنا هنعتبر ده هو ده ديسندنج سهم نازل هنا، وهنا ده الاسندنج فازا ريكتا، وشرحنا كان مبني على هذه الجزئيه كاونتر كارنت اكس تشينجر. اتكلمنا عن يوريا سايكل و اي دي اتش ماشي ازاي، دايوريسيس كديفينيشن بانواعه، ووتر دايوريسيس او اوزموتيك دايوريسيس و بريشر دايوريسيس مهم قوي. اتكلمنا عن الدايوريتكس طبعا، ودي الرسمه الاخيره اللي بتعبر عن الدايوريتكس. اهم دايوريتكس عندي اربعه، طبعا انا قلت 8 انواع: كربونيك انهيدريز انهيبيتور، دياموكس اسم تجاري، لوب دايوريتكس، لازكس اسم تجاري، وسايازايد دايوريتكس، وسبايرونو لاكتون. خلي بالك من الاربع انواع دول هيحصل هايبوكاليميا، ولكن هايبركاليميا هيحصل فقط مع النوع الرابع اللي هو الدوستيرون انتاجونست.